طرفك كثيرا ابو ركان الفتره الماضيه كاعلام رياضي؟ كثير 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 بندر، لكن انا طبعا اتصور انه اعتقد انه النقد، طبعا النقد مطلوب في اي مرحله ولاي مدرب ولاي شخصيه رياضيه تعمل في الوسط الرياضي، هذا طبيعي. لكن احنا دائما بندر، يعني انا مره كتبت اعتقد، يعني اتذكر في الوطن كتبت مقال حول دار الافتاء الرياضيه، وهذا الكلام يمكن من قبل 10 سنوات تقريبا. يعني الافتاء عندنا في الرياضه كل يفتي الان، وكل ينتقد، وكل ناقد، وكل كاتب، وكل طبعا، وهذا طبعا المجال الان مفتوح مع السوشيال ميديا، الكل يدلي بدلوه. لكن ان نصل الى تجريح الرجل، وان نصل الى 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 اخراجه تماما من دائره كره القدم، وانه لا يفقه ولا يفهم. ايضا في جانب اخر تحدثنا عنه في الفترات الماضيه بندر، اللي هو ما يتعلق بغياب المدرب، عدم تواجده، عدم حضوره، عدم وانا كان دائما لي راي واضح وصريح في هذا الموضوع، اقول انه اليوم لم تعد يعني العالم اليوم صار مش بس قريه، اقل حتى من قريه. ولذلك يعني المدرب بامكانه ان يطلع على المنتخب في 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 ثواني، يعني وهو موجود في 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 بلاده من خلال المباريات التي تقام هنا وهناك في الدوري المحلي او حتى الدوريات المختلفه الاسيويه او خلافه. يعني بالتاكيد احنا لو يكون نقدنا احيانا نقد موضوعي في جزئيات معينه، اعتقد انه هذه مهمه جدا في مسائل مثل الان طبعا توقيع العقد مع المدرب. اذا كان المدرب يطالب باشياء فوق يعني طاقتنا او فوق المطلوب او المعقول، اعتقد انه يجب حقيقة هنا يكون النقد، وهنا يكون الاسلوب حتى في التعاطي مع المساله. لكن ارجع واقول بندر انه المدرب مهم جدا استمراره. الميزانية لن تكون قاصرة، الميزانية إن شاء الله تكون مفتوحة. سمو ولي العهد الله يحفظه طبعا حضر المباراة وكان حريص جدا على مثل هذا الأمر، أعتقد لن يتخلى أحد عن المنتخب في هذه الفترة. لكن يجب أن يكون المفاوض مفاوض جيد الحقيقة في مثل هذه الأمور. لا يجب أن نقول المدرب إحنا ما نبيك، وبالتالي هذا الرقم الذي وضعته أو هذا السقف سقف عالي جدا. لا يجب أن نوصل إلى حل وسط يعني في مثل هالأمور، حتى أيضا نكسب أو يكون تكون أحد مكاسبنا، يعني أنه نحن حافظنا على الاستقرار في المنتخب على المستويات المختلفة فنية وخلافه. وبحسب التصريحات بأن هناك يعني ميزانية ضخمة سوف يكون او دعم لا محدود لدعم الاخضر، لان عبد الله بيني وبينك ما نبغى نوصل كاس العالم، امس تكلمنا عن هذا الموضوع، نبغى نشارك بصراحه واحنا ننافس، يعني ما اقول لك ننافس على البطوله لكن ننافس على الاقل المنتخبات، يعني اللي صحيح. يعني احنا ما ودنا بعد وش المانع ان نحقق انجاز جديد؟ نتاهل 16، نتاهل دور الثمانيه، وش المانع طبعا. يعني انت طبعا. عندك اسماء طبعا. وعندك دعم وعندك مدرب عالمي وعندك يعني ما شاء الله تبارك الله الكل الان اعتقد ان الكل ملتف حول أكيد. المنتخب، فما يمنع ان اذا شاركنا نشارك وننافس ايضا. هذا بالتاكيد بالتاكيد بندر، يعني احنا في يمكن في عصر الهواء وصلنا الى دور ال 16، الان احنا كم لنا سنه في 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 حضورنا لكاس العالم، كم لنا سنه في الاحتراف. اتصور انه 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 يجب حقيقه ان نخطط الى 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 ابعد من 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 المشاركه، مجرد المشاركه فقط. احنا دائما ابدا كنا نقول انه وصولنا الى كاس العالم في قاره اسيا، اعتقد انه شيء لم يعد يعني بس مجرد نحن نتجاوز اسيا، لا القضيه او المساله اصبحت ابعد من ذلك تماما. يعني احنا يجب ان نشارك ليس من اجل المشاركه، بل نشارك من اجل ان نصل الى ادوار متقدمه في 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 كاس العالم. نعم. وهذا هو المهم الان.